بعد أن اجتازوا عقبة الامتحان الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة بنجاح، خطوة واحدة تفصل هؤلاء المترشحين للظفر بمنصب أستاذ بأحد الأطوار التعليمية. ورغم تخوف البعض من أسئلة الاختبار الشفهي، خاصة وأن معظم المترشحين يجتازون المسابقة لأول مرة، إلا أنهم لم يخفوا تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية، كما أبدوا ثقتهم في أن تتم عملية انتقاء المترشحين الناجحين بشفافية. متفائل إن شاء الله أنه الأخت تكون يعني نتائج جيدة، لأنه أول أقول لك أنه أول امتحان شفاف، باعتبار أني عدة امتحانات كنت رغم أن كانت نتائج جيدة إلا أنه كان دائما فشل، لا أدري لماذا. ما كانش عندي خبرة في التعليم لأنني أنا كنت في الحقوق، الآن طاولنا فرصة للحقوقيون، والله ما كناش نسناو في هذه النتائج، يعني نسبة النجاح ضئيلة، بصح الوزيرة ركزت على الكفاءة المهنية. نفس الانطباع لمسناه لدى الدفعة الأولى من المترشحين بعد اجتيازهم الاختبار الشفهي للالتحاق برتبة أستاذ في الطور الابتدائي، حيث أكدوا على أن الأسئلة كانت سهلة وفي المتناول، كما أثنوا على حسن التنظيم، فيما أبدى معظم المترشحين عن ارتياحهم للصيغة الحالية للمسابقة، مؤكدين أنها تساعد على اختيار الأكثر كفاءة لتولي منصب أستاذ. الأسئلة الشفهية كانت أسئلة متواضعة، أسئلة في متناول الجميع، السؤال كانت أسئلة ذات ثقافة عامة، واللجنة كانت لجنة بشوشة، والحمد لله متفائلة إن شاء الله يا ربي. أسئلة الامتحان كانوا في متناول الجميع، كاين أسئلة أنا المجموعة اللي طاحوا معايا، أسئلة اللي طاحوا لهم صعبة في قدرت نجاوب عليهم، وأسئلة ما نقدر نجاوب عليهم، ماشي أسئلة صعبة. كاين أسئلة بسيطة وكاين أسئلة مباشرة وكاين أسئلة غير مباشرة، أنا طاح لي سؤال مباشر عرفت نجاوب عليه، إن شاء الله يكون الجواب تاعي في المستوى ونتحصل على هذا الاختبار الشفهي إن شاء الله. كاين بعض المترشحات ما كانوش سعادة، كانت أسئلة غير مباشرة غامضة شوية، بصح كان عطاولهم علماء هكا مقولة تاعهم حلل وناقش، فهذاك التحليل شوية يجيهم صعيب. طريقة جيدة لتم انتقاء الأحسن عن طريق الامتحان الكتابي، ثم الانتقاء الثاني عن طريق الامتحان الشفهي، إن شاء الله نكونوا في ضمن قائمة الناجحين. وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة الأكثر جدلاً في الجزائر، تبقى مشاعر أكثر من 148 ألف مترشح ممن وفقوا في اجتياز الاختبار الكتابي على الأعصاب.